بنواصل مع بعض مناقشة قضية الصرف الصحي المجاري اللي بيعاني من عدم وجودها 50% من الشعب المصري. نص الشعب المصري تقريبا ما عندوش صرف صحي، وخدوا بقى التداعيات زي ما انتم عايزين، امراض وحشرات وتآكل مباني وكل حاجة في الدنيا ومعاناة في الحياة. دكتور حمدي العوضي، كنت حضرتك بتطرح حلول اخرى. تمام. حضرتك قلت معالجة مياه الصرف وغيره في وحدات صغيرة مش بتتكلف كتير، واحنا بنحاول ان احنا نتواصل مع وزير الاسكان عشان نشوف رايه في هذا الاقتراح. اللي انا قلته لانتاج البايوجاس، وده البايوجاس يعتبر ده نوع ليها قيمه اقتصاديه وعائد اقتصادي معروف. ده جزء. الجزء الثاني ان احنا الناتج نتيجه الهضم هذه الماده العضويه يمكن استخدامها كمخصب عضوي امن، ويعني حاجه كويسه. الحل الثاني، وده برضو من واقع القرية، احنا عارفين ان القرية كان زمان ليها اللي هو الخزان زي البيارة، زي عنوان البرنامج البيارة، اللي هو حوض التحليل او البيارة او السيبتيك تانك. في ابحاث كثيرة جدا في الوقت الحالي لتعديله. تعديله يعني ايه؟ يعني تحسين كفاءته، يعني ان بيخليه بدل ما بيطلع المخلف بمواصفات غير مطابقه خالص بيحسن المواصفات اللي طالعه منه. في الحاله دي انا اقدر اعدل في التصميم لهذه البيارات بطرق يعني كثيره، والعلماء الكثيرين جدا بيشتغلوا في مجالات كثيره، والتصميمات موجوده ومعروفه، ما هوش سر. انا ما لا اذيع سرا يعني، او يعني حاجه، يعني تصميم للبياره نفسها يختلف في الاداء، تعديل مواصفات، بدل ما هو مثلا غرفه واحده بيبقى غرفتين او ثلاثه او اكتر، بنفس تحسين كفاءه الايه الاداء. بدل تحسين كفاءه اداء يعني ايه؟ يعني تحسين مواصفات المياه الخارجه نتيجه المعالجه. ممكن ازود لها ماده زلط، ممكن ازود لها بلاستيك، ممكن ازود لها شويه تهويه، ممكن حاجات كتير. ده جزء. حاجه احنا ناسينها، احنا بنبصينا على المشكله بعد تفاقمها، ما بصيناش سبب المشكله ايه. احنا زمان كان الناس بتستخدم كميات الميه قليله جدا، وعشان كده الحاج محمد كان بيتكلم على ايه، ان زمان ما الناس كانت مش حاسه بمشكله، لان كانت كميه المياه المستخدمه كانت قليله، لان كميه الميه المعالجه كانت قليله. دلوقتي النسبه 100% دخلت المياه الحلوه للبيوت، فالناس بتعمل ايه؟ من اسباب الامراض برضو التي لم تذكر، لان في بعض محطات المعالجه، محطه معالجه ميه الشرب، بتضخ الى البيوت. بدل ما كانت بتضخ، الناس كانت بتاخد متر في اليوم، دلوقتي بتاخد 100 متر في اليوم. بيروح فين الميه دي؟ المجاري. ومفيش شبكه صرف، فبتترمي فين؟ اما على الترع، واما على المصارف، او على الارض، او تطفح، او على الارض. وعلى الارض في الحاله دي احنا نعرف ان بعض الاماكن وبعض المحافظات بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على المياه الجوفيه كمصدر رئيسي لمياه الشرب، ودي ملوثه بايه بقى؟ ملوثه بالمبيدات الحشريه، وده طبيعي، الصرف الزراعي. ملوثه بالايه؟ بالفيرتلايزر زي النترات والنشادر وصفات وغيره، وده برضو بيلوث الايه؟ التربه. زمان الناس مش حساها، لان كانت طبقه العزله بتستخدم كفلتر، اللي هي دلوقتي الووتر تيبل او المياه بقت قريبه، كان دلوقتي انك بتصرف صرف صحي بتختلط بالمياه السطحيه، المياه الجوفيه، ثم تتصل بالمياه الجوفيه، بقت حلقه فتسبب حالات التسمم والامراض المعويه وامراض الكلى وكل حاجه. وعلشان كده الترمبات الحبشيه بتعمل ايه؟ كانت بتاخد من 6-7 متر او 8 متر بتضخ. كان زمان بتجيب ميه ويقول لك ميه حلوه، لان بعيد على بال ما بترمي اي مخلف، على بال ما يوصل كان يكون حصل له نوع من التنقيه الذاتيه. لكن دلوقتي مفيش، مباشر بقى، اتصال مباشر بين الصرف الملوث والمياه الجوفيه. عشان كده الترمبه الحبشيه دلوقتي بتطلع طبعا، الترمبه بتطلع مياه ملوثه للغايه. طيب، عشان ده جزء من الاجزاء اللي احنا يجب ان احنا نقول ايه، ان احنا لابد ان نجد حلول غير تقليديه خارج الصندوق بتاع المعالجه التقليديه، زي لازم ننشئ محطات. لا، خلينا نخرج بقى من الصندوق عشان نقول مش عايزين نعمل محطات دلوقتي لغايه ما الحكومه يا ربنا يفرج عليها ويبقى في محطات. نعمل دلوقتي حلول ايه؟
احنا بنفسنا في حلول غير تقليديه زي الوحدات اللي انا عرضت عليها دلوقتي. حاج محمد سريعا كده عشان نشوف المشكله بالارقام مع بعض، هل انتوا بتعتمدوا لسه في جزء من القرى بيعتمد على الطرمبات الحبشيه؟ والله لا، دلوقتي العمليات المياه متوفره في الشرب، نادر لما تلاقي واحد مثلا في الحقول بعيد طرمبه بيستعملها، لان الطرمبات الحبشيه حاليا فعلا زي ما قال الدكتور كده لا تصلح، مياه غير صالحه للاستخدام. كان زمان الحبشية. ايام النقاء كانت جميله وكانت هي اللي موجوده، ما كانش في غيرها، وكانت نظيفه وكانت كويسه. طيب. انما النهارده ما بقتش تصلح. طب هنروح نشوف مع بعض ونرجع نكمل تاني، هنشوف مشكله الصرف الصحي في مصر او المجاري بالارقام. هي دي الارقام، وزي ما حضراتكم شفتوا من 10 ل 15 سنه عشان ننفذ شبكات الصرف الصحي في الجمهوريه كلها او النسبه الباقيه من الجمهوريه محتاجين 100 مليار جنيه في مشروعات على مدى 10 من 10 ل 15 سنه، و 50% من القرى والمدن ما فيهاش صرف صحي، تقريبا 89% من القرى و 12% من المدن. حضرتك اثناء عرض جرافيك تحفظت على الرقم بتاع ان في 300 محطه صرف صحي او معالجه صرف صحي في مصر. المحطات اكتر من كده، وبرضو فيه انواع للمحطات، هل معالجه ابتدائيه فقط ولا معالجه ثانويه، وده برضو في فرق كتير في نوعيه المياه المعالجه. وبرضو يجب ان احنا طالما بنتكلم على الصرف الصحي وهي مشكله، فاحنا عندنا ظاهر صحراوي كبير، ليه ما يبقاش فيه الغابات الشجريه دي؟ ده فلوس. الهوهوبا او الجوجوبا او اليوبا اللي بنعملها دي، ده بيستخدم البايو فيول الجديد اللي هو الزيت الوقود الحيوي الجديد. ليه ما نتوسعش بكميات كتيره؟ ليه ما يبقاش بدل الصرف، بدل ما هو عبء، اشمعنى عندنا الثروه بنحولها الى عبء؟ ودي حاجه سيئه. يعني دي ثروه طبعا. طب الحاج محمد بيقول البيت الواحد بيدفع 500 جنيه في الشهر كسح، صح؟ طب ال 500 جنيه في الشهر دول كسح مش يحلوا مشاكل ثانيه؟ يحلوا مشاكل ثانيه طبعا. الناس عندها استعداد تدفع وتساهم في سبيل المشروع ده يتم، ويتم باسرع ما يكون. واحنا في بالنسبه للمنطقه عندنا الحقيقه احنا كان عندنا مشاكل برضو محطات الرفع، ودي اتكلمنا فيها برضو معانا، اتكلمت فيها مع رئيس المدينه من فتره اللي هي الشهر اللي فات، فالراجل متبني يعني الاستاذ طارق الوراق متبني الموضوع وبينفذ الحكايه دي علشان تسرع يسرعونا في التنفيذ، يعني لان من ضمن اساسيات التنفيذ. والمحطه الكبيره هم طبعا شغالين فيها على اساس ان هم هيسلموها في 30/6 اللي جايه ان شاء الله، فتبقى المنطقه كلها ان شاء الله تتم، ولان الخضراء والسمنج بتاعتكم المفروض تسلم في شهر 6. احنا 11 قريه، ما هو في الاف القرى الثانيه ما في قرى خلصت في قرى خلصت التنفيذ بتاعها خلص، بس طبعا ما تقدرش تصرف لان المحطه الرئيسيه ما خلصتش، فمش هتقدر تشتغل مهما كانت خلصت. خلصت في التوصيلات، خلصت في التوصيلات جاهزه في المواسير والتركيبات. خلينا نروح نشوف كمان عنصر اساسي او بطل من ابطال
الصرف الصحي في مصر. في كل قرية دلوقتي بقى في شخص، لازم يكون في شخص عامل كسح مسؤول عن القرية ديت، بيروح بالعربية يكسح المياه، واعتقد ان هو بيشتغل ليل ونهار، واحيانا بيشتغل في اوقات الفجر ومنتصف الليل، لان بيبقى البيت او العمارة او الشارع كله غرقان ويقعد يكسح المياه. خلينا نشوف عامل بيارة او بطل الصرف الصحي في مصر بيشتغل ازاي. البيت طفحت الميه فيه، بيروح المجلس مثلا بيقطع عسيم، لحق جاله ما لحقش جاله، بيضطر يجيب ايه اللي هو الاهالي اللي بره بيعملوا له عبال ما المجلس ايه يكفي الاسامي التانيه وبيجي. واحد مثلا يجي يتصل عليا يقول لي البيت غرقان، بروح له اكسح له، بنعمل مثلا نقله مثلا بكذا وراح اعمل من عند، بنيجي مثلا نلقى البيت غرقان نعمله الاسبوع، ونيجي تاني اسبوع نلقى نفس النظام الميه هي البيوت كلها مليانه على طول باستمرار الميه دي، ننزح المية تاني اسبوع نيجي نلقى المية هي برضه في نفس الخزان. في ناس بتبقى جايه لنا ان مثلا بنروح لها ونقول لها لا خليك تاني يوم تالت يوم، يبقى كذا نفر يعني مش نفر معي، لان بيبقى عندي ناس كتير متضرر، اروح لده لا التانية اسبوع الجاي يروح يجيب الجرار التاني نفس النظام على طول كده. معانا كذا عربيه شغال، وفي كذا جرار شغال اهالي برضه معانا في البلد، ومش مكفيين على البلد برضه والبلد برضه اللي حواليه. ممكن نعمل في اليوم 7 خزانات 10 خزانات في البيوت، يعني 7 بيوت 10 بيوت في نفس النظام ده، انا لوحدي 10، ونفس النظام الجرارات التانيه برضو مش ملاحق عليه على برضو النظام الكسحه برضو من البيوت التانيه. في بيوت بتتكلف 30 جنيه، في بيوت 20 جنيه، مش كله يعني تبع الخزان. مثلا في خزانات واطيه بتشيل اكتر، الخزانات الواطيه بتجيب اكتر مي، في نفر بيبقى مش قادر يجيب لا مؤاخذه تمن النسح اللي هو يدهن، لا اذا كانت 10 جنيه ولا 15 جنيه ما ببقاش قادر عليها، بس احنا غصب عننا بناخد مثلا، لو ما خدناش مش هنروح له عشان لازم اجيب غاز واجيب زيت الجرار. لو في صرف صحي ما فيش البيوت دي، مش في بيوت اتشرخت من حكايه المي. الكسح فعلا في الكسح ده في بيوت بتنزح مرتين وثلاثه في الاسبوع. وبعدين هم بيقولوا 10 و20 ما تنفعش، 10 و20 ده الاقل، نقلب 35 و40 النهارده، 35 40 جنيه يعني لما بيت يعمل مرتين في الاسبوع يعني 8 مرات في الشهر مثلا، في 40 او في 30 يعني 250 جنيه في الشهر. لا مش اقل من 350 جنيه الشهر. ده مش مبالغه يعني، ده بالعكس، ده عبء على اسره هي في طبعا الاساس اوضاعها صعبه. الفلاح انت عارف عيشه الفلاح شكلها ايه، فالمفروض يعني ان شاء الله لما نتمنى ان المشروع يخلص بسرعه في المواعيد اللي هم بيقولوا عليها ديت، يرحم ناس كتير والناس عندها استعداد لو في اي تكلفه مطلوبه، لان كل واحد بيقول لك انا ببص اشوف انا بدفع كسح قد ايه في الشهر، انا مستعد ادفع، اشوف بدفع قد ايه في الشهر، بدفع قد ايه في السنه، مستعد. طب انت متفائل ان المشكله دي تتحل؟ ان شاء الله تتحل، مش بالنسبه لقريتكم، بالنسبه لمصر كلها. والله هي قريتنا ما هي تعتبر نموذج من نموذج القرى اللي في البلد اللي في مصر كلها، فيعني ان شاء الله لما تتحل عندنا تحل جنبنا تحل بعدنا، فبس كل هتاخد وقت، ما هو برضه من 10 15 سنه مش هتبقى اقل من كده لما تنتهي العمليه، لان برضه الموضوع مشروع مكلف ومشروع كبير، وهو انا بعتبره هو المشروع القومي في مصر. مشروع الصرف الصحي. طيب انا ليا تعليق طبعا. اللي احنا شفناه ده طبعا احنا شفنا الجانب الانساني، ما شفناش الجانب البيئي والجانب الصحي والجانب التلوثي الشديد والجانب الخطر على كل حاجه. محدش سال نفسه السؤال، بياخد الميه دي بيوديها فين؟ ايوه انا اقول لك بيوديها فين. بيوديها اما على الدريء المصارف، المصارف طبعا، او على الترع اللي هي عربات الكسح. لا تستغرب، على الترع، على الترع اللي بيروي منها الفلاح، اللي بيشرب منها الانسان، مش اللي بيروي منها الانسان كمان، اللي بيشرب من الانسان وبيشرب من الحيوان وبيشرب. يبقى احنا بنسبب مشاكل بيئيه خطيره. لو احنا بصينا بعايزين احنا بنحل دلوقتي، احنا عندنا مشكله عايزين نحلها حل جذري وغير مكلف،
اما دلوقتي انا بتكلم على ارقام قليله مش ارقام كبيره. لما اعمل افصل الصرف الصحي، انت لو بصيت للبياره هتلاقيها سودة، ده دليل ان الحمل العضو فيها ثقيل، دليل مع العلم كمان ان المياه دي جزء منها بتتسرب للمياه الجوفيه، وبعدين الخزان ده اللي احنا شفناه في التقارير دي غير مطابقه لاي مواصفات، لان هتلاقيها في كراكس موجوده، في شروخ تصدعات في البياره نفسها، هتلاقيه بدون قاع، يعني علشان لان هو بيشتكي من ان هو ايه بيدفع 30 جنيه في المره، فعلشان يسرع ان هو ما ياخدش يبطأ، فبيرمي بقى ايه شويه الملح بحيث انه يمتص الميه، بتحس ان تقلل معدلات الايه النسح من فده، فبيعمل مشكله بيئيه خطيره. عشان كده احنا بنشوف ايه، بنشوف ان الاساس بتاع البيوت بيتاثر، مش بتاثر من مياه جاريه بسيطه. عشان كده الحلول اللي انا بعرضها دي حلول رخيصه بيئيه غير مكلفه، احنا بندور. ايوه بس يا دكتور، ما قيمه الحلول العلميه اللي موجوده في المركز القومي للبحوث ولدى الخبراء والعلماء اللي زي حضرتك وحضرتك اذا ما كانتش بتستخدم؟ انا مش بتكلم، انا بتكلم على الابحاث التي يمكن تطبيقها وليست الحلول الموجوده على الارفف. انا بتكلم على التي يمكن تطبيقها ومطبقه، ايه قيمتها اذا المركز والعلماء ما ضغطوش على الحكومه والمجتمع المدني والناس تتحدث؟ احنا جهه بحثيه ولا احنا أنا معاك. ليست جهه يعني ملزمة، جهه بحثيه تابعه للدوله والحكومه، يعني اكتر من كده انا بتكلم هنا في منبر مسموع وبنتكلم في الندوات، يعني لم يحدث ان وزير اسكان جه في مصر او رئيس وزراء جابكم قال لكم يا جماعه تعالوا انتوا علماء وخبراء وفي مركز كبير قلنا نحل المشكله ازاي؟ ما جبناش لان احنا اوريدي موجودين في المؤتمرات والندوات والورش يعني العمل. المؤتمرات والندوات بيحضرها وزير الاسكان، بيحضر كل الناس المهتمين في هذا المجال. طب ايه القيمه؟ يعني احنا يعني يعني, يعني يعني ايه النتيجه في الاخر؟ يعني انا بقول لك من فضلك ما تدخنش وانت مصر انك تدخن. ايوه بس انا اعمل انا لما بدخن إيه؟ انا لما بدخن دي صحتي الشخصيه، لكن المشكلة هذه حكومة مسؤولة عن حياة المواطنين. طيب ما ده يعني انا ماليش صلاحية، ماليش اثورتي، ماليش. واقول لك على مفاجأة، حضرتك بتقول مالكش صلاحية ومالكش اثورتي ومالكش اي سلطات على اي حد، انت باحث. باحث وبتكلم كعالم في هذا المجال. انا وغيري وغيري. انا عذرك في الكلام اللي بتقوله، بس انا عايز اقول لك مفاجأة ان الزملاء في الاعداد في الحلقة تحدثوا مع وزارة الاسكان وزير الاسكان والمسؤولين في وزاره الاسكان انهم يبقوا معانا في الحلقه النهارده، هربوا. اذا فانت قدام، اصل مش معقوله وزاره الاسكان كلها مشغوله، اصل وزاره الاسكان برضو فيهم علماء ويعني ايه قيمتهم؟ يعني لا يعني ما قيمه العالم او الخبير حتى لو هو وزير، حتى لو هو رئيس جمهوريه رئيس وزراء، هو ما بيحلش مشاكل الناس. يعني وزاره الاسكان فيها خبراء وعلماء، ده الكلام ده بقوله المهندس ابراهيم محلب والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان. ايه قيمه الوزاره فيها خبراء وعلماء وحياه الناس بالشكل ده؟ خدت منهم هنا كمجتمع، خدت منهم انا، خدت ايه من المركز القومي للبحوث؟ لا خدنا كتير. ايه زي ايه؟ نمره واحد، انا الكلام اللي انا بقوله ده يعتبر ده أسد للمركز يا فندم. يا فندم أنا يا فندم ما هو ده كلام. لا مش كلام، أنا مش حضرتك والمركز القومي، في نماذج موجودة. أنا بقول بس إن هذا كلام بنقوله في الحلقة. مركز القومي للبحوث ده عمره كام سنة؟ من 59 تمام، يعني معدى نصف قرن. تمام صح؟ تمام. لما يكون كل الأبحاث دي وكل الاقتراحات ديت القابلة للتطبيق حضرتك بتقول عليها موجودة في المركز، تمام، والحكومة لم تطبقها، يبقى ما قيمة الحكومة وزارة الإسكان والوزير ومساعدين والعلماء بتوعه وكل حاجة؟ طالما حياة الناس زي ما هي وبتسوق، هل تنكر حضرتك إن المشاهد اللي شفناها ديت بتقول إن حياة المواطنين دول في الريف وفي القرى أسوأ من أبائهم وأجدادهم؟ طبعًا طبعًا طبعًا. صح؟ طبعًا. يبقى مصر بترجع للخلف. طب فين الحكومة؟ لا أنا فين الناس؟ فين العلماء؟ أنا مش بتكلم على العلماء الأبحاث، حضرتك بتقول لي وزارة الإسكان فيها علماء وباحثين والكلام ده. لكن كيف؟ أنا مش عارف يا دكتور. أنا بقول للحكومة المصرية اللي موجودة واللي جاية والرئيس اللي موجود والسابق واللي جاي،
ازاي دولة يكون فيها مسؤولين بياخدوا فلوس ومليارات بتنفق وناس بتشتغل ليل ونهار وحياة المواطن تسوء عن حياة أبائه وأجداده؟ ازاي؟ طب فهمها لي. طبعا الكلام ده غير مقبول. غير. طب هل هو علميا مقبول؟ لا طبعا. احنا هل المنطق يقدر يتخيله اللي كنا بنعمله زمان؟ يعني على اقارن لك حاجه صغيره مثلا للوحدات بسرعه عشان وقت خلص. طيب زمان كان فيه لو تاخد بالك ان فيه عشان يعالج بيعمل نوع من الاكسديشن بوند يعني احواض كده متتالية لان في مساحات كبيره. تمام. دلوقتي بيقللوا التكنولوجيات وغيره وغيره وغيره. احنا بندور على التكنولوجيات رخيصه الثمن ده اضيف لك حاجه جديده، احنا عندنا تطبيقات الطاقه الشمسيه لمعالجه الصرف الصحي ومعالجة الصرف الصناعي وفي نماذج والزراعة بالطاقة الشمسية كاملة وحدات وحدات وكل ده مش مكلف؟ لا هي بس مجرد الانفراستراكشر أول مرة وبعدين الوحدات المعالجة دي مش مكلفة. لا لا وحدات بسيطة. طيب. مش غالية. ما هو غريب أن يكون، أنا آسف أن أنا انفعلت بس المشاهد احنا منفعلين في حب مصر يعني. طبعا مشاهد غير مقبولة أدميا، لا يمكن أنها تقبل لحيوانات مش لبن أدمين. وعايز أقول لحضراتكم ما قيمة أن يكون وزير الإسكان دلوقتي الآن مش عارفين يجيبوه في مداخلة لأنه في احتفال في حفلة. حفلة إيه؟ ما تشوف الناس ديت وتشوف العلماء والخبراء اللي عندك اللي مدين لك حلول وغيره وكلام ده. حفلة إيه؟ اللي كان معروض دلوقتي هو الحفلة. بشكر حضرتك جدا دكتور حمدي. أهلا وسهلا. العوضي الخبير في المركز القومي للبحوث، والحاج محمد الدرديري أحد سكان قرية الخضرة محافظة المنوفية. أشكرك جدا وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية تكون معنا بعد ما يكون الصرف الصحي داخل القرية إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله المستقبل بإذن الله أحسن مهما حاول ما يكونش مهما سنة. كان معلش احنا انا عايز اشوف نص المليان. لا لا بس لا هو فيه لا 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 والله فيه. انا ما عنديش عايز اشوف نصف الكوب المليان. طيب عايزين ان شاء الله يكون مليان بعد المشاهد اللي شفناها. عايزين نشوف نصف ان شاء الله الاحسن ان شاء الله. لان احنا نصف الكوب فاضي بقاله 100 سنه وعاملين نور شوف المليان فالفاضي يعني زي ما هو. الامل ان شاء الله ان شاء الله في امل بس في ظل وجود مسؤولين غير المسؤولين اللي موجودين في مصر حتى هذه اللحظه. بشكر حضراتكم جدا واسف على الاطاله. انا خدت 3 دقائق من زميل الاستاذ خير رمضان. اسيبكم مع حلقه جديده من برنامج ممكن واشوفكم الاسبوع الجاي من الاربع الساعه 9 مع لازم نفهم. شكرا.